أهلا بكم مشاهدينا في السلطة الرابعة، ونبدأ معكم بأبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والدولية. عربي 21 يتساءل عن أسرار عودة أحمد علي صالح للمشهد السياسي في هذا التوقيت. حرب اليمن تؤثر على جهود إنقاذ منكوبي الفيضانات، تقرير للعربي الجديد يكشف فصلا جديدا من المأساة. عربي بوست يكشف وجود تفاهمات عربية إسرائيلية بشأن مواجهة إيران. مرحبا بكم مشاهدينا. البداية من موقع عربي 21 والذي حاول استقرار الأسباب التي ساهمت في عودة أحمد علي صالح للمشهد السياسي مجددا وفي هذا التوقيت بالذات. الموقع قال إن عودة نجل صالح الأكبر قد تشكل مرحلة تمهد لإعادة القائد السابق لقوة الحرس الجمهوري المنحلة إلى المشهد السياسي، ولكن بدور مختلف. من جهته قال الكاتب والقيادي بحزب المؤتمر عادل الشجاع إن عودة أحمد علي مؤشر قوي على أن المجتمع الدولي يمضي نحو السلام في اليمن، وأنه لم يعد هناك معرقلون للسلام في المنطقة. وفيما يتعلق بتوقيت رفع العقوبات عن صالح ونجله، أكد الأكاديمي اليمني أن ذلك يأتي بعد أن توصلت الأطراف المعنية إلى الصيغة النهائية للاتفاق بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية. أما الصحفي كمال السلامي فقال إن هذه الخطوة تأتي في سياق المساعي الإقليمية المبذولة حاليا لحلحلة الملف اليمني وإرضاء كل الأطراف، ومن بينها أسرة الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مؤكدا بأن القرار يسمح لأسرة صالح بالتصرف بأموالهم، لكنه لا يعني عودة أحمد علي لممارسة العمل السياسي، أو لا يمهد لذلك على الأقل في المرحلة الحالية. سلط موقع العربي الجديد الضوء على فصول جديدة من المأساة التي يعيشها سكان محافظتي الحديدة وحجة غربي اليمن في ظل فيضانات غير مسبوقة تشهدها البلاد مؤخرا. الموقع يقول إن جهود الإنقاذ والإغاثة لسكان تهامة شهدت قصورا كبيرة لأسباب عديدة أهمها مخلفات الحرب. ويقول أحد سكان الحديدة أحمد بخيت إن السكان يعانون من وضع إنساني كارثي في ظل وجود عشرات المفقودين الذين لا يعرف شيء عن مصيرهم في ظل غياب شبه تام للأجهزة الحكومية وسلطات الأمن الواقع. يضيف وفقا للموقع مخلفات الحرب من ألغام وعبوات متفجرة جرفتها السيول زادت من تعقيدات المشهد، كما أن الحواجز الترابية التي استحدثها المتقاتلون أعاقت تصريف المياه لتزيد من معاناة السكان. وتمثل الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون وجرفتها السيول أبرز التحديات أمام فرق الإنقاذ العاملة في ظل انتشار آلاف الألغام التي كشفتها السيول وجرفتها لمناطق أخرى. وتمكن فريق مسام خلال عمله من انتشار وتأمين اللغمين مضادين للدبابات من قرية هيجة عبيد، وآخر في قرية الضريبة التابعة لمديرية حيس، كما عثر على عبوات ناسفة في بئر مياه بمنطقة ضمي بمحافظة الحديدة. فتاح الصلاحي وهو أحد سكان منطقة صينا بمحافظة تعز لم يصل الماء منزله منذ 12 عاما، وفق تقرير حديث لموقع المشاهد نت تناول معاناة السكان بعد قطع ضخ المياه في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في خطوط التماس. حال فتاح لا يختلف عن حال بقية سكان المنطقة التي تحتضن حوالي 6 آبار للمياه وعددا من الخزانات التابعة لمؤسسة المياه. ووفقا للمشاهد فمنذ 10 أعوام يعاني سكان مدينة تعز جراء توقف ضخ المياه من المنشآت الواقعة بمنطقة سيطرة الحوثيين في حصار من نوع مختلف خلق أزمة إنسانية لا تزال قائمة حتى اليوم، ولا يعلم السكان مصادر المياه التي يستخدمونها ومدى صلاحيتها، إذ يحصلون عليها من الوايتات وبمبالغ مالية باهظة تصل إلى 36,000 ريال يمني مقابل 6,000 لتر من الماء.
يشير التقرير بأن مبادرات للوساطة بين الحكومة والحوثيين برزت مؤخرا لضخ المياه لمدينة تعز من آبار الحوجلة الواقعة في خطوط التماس دون انفراجة قريبة، بينما يؤكد مدير مؤسسة المياه بتعز سمير عبد الواحد أن هناك مساعا لتحريك ملف المياه في المحافظة، لافتا بأن حصار ميليشيا الحوثي لتعز هو السبب الرئيسي في كل هذه المعاناة. تناول موقع ارفع صوتك الخلافات التي أشعلها نبأ استشهاد إسماعيل هنية رئيس حركة حماس، وذلك في أروقة المنصات الرقمية لأعضاء تنظيم القاعدة بين من يراه شهيدا وبين من يراه خلاف ذلك. واحتدم النقاش والسجال بين أعضاء التنظيم الإرهابي حول هنية بعدما نقل أحد أنصار القاعدة خبر استشهاده واصفا إياه بالشهيد وداعيا له بالرحمة. وانقسم رواد المنصات الرقمية في القاعدة وفقا للموقع إلى ثلاثة تيارات. الأول يرى هنية شهيدا، وهو رأي تتبناه القيادة العامة لتنظيم القاعدة في أفغانستان وفرعه في شبه القارة الهندية. فعندما استشهد عدد من أفراد أسرة هنية أصدر التنظيم بيان تعزية وصف فيه الأخير بفضيلة الشيخ أبو العبد إسماعيل هنية وخاطبه بالقول صبرا آل هنية فإن موعدكم الجنة، وفق ما نشره الموقع. أما التيار الثاني فيمثل من يستنكر التعزية في هنية أو وصفه بالشهيد والمجاهد لكن دون أن يكفره أيضا. أصحاب هذا التيار هم مناصري القاعدة وشيوخ التيار الجهادي في سوريا والصومال. أما التيار الثالث فهم يصرحون بوضوح بكفر إسماعيل هنية ويرون أن الترحم عليه تمييع لعقيدة الولاء والبراء. كشف موقع عربي بوست عن تنسيق عربي إسرائيلي عالي المستوى بشأن الاستعداد للتصدي لأي ضربة عسكرية محتملة من إيران. ووفقا للموقع فقد أكد ثلاثة مصادر أمنية أردنية أن السلطات أبلغت إسرائيل بالسماح لسلاحها الجوي بالمشاركة في اعتراض الهجوم الإيراني المرتقب عبر أجواء المملكة. وأفادت المصادر الأمنية بأن قاعدة موفق السلطي في مدينة الأزرق شرقي المملكة تستضيف غرفة عمليات للتنسيق الأمني بشأن دخول الطائرات الإسرائيلية إلى الأجواء الأردنية للتصدي لأي هجوم محتمل قادم من إيران. ووفقا لعربي بوست فقد كشف أحد المصادر الأمنية أيضا أن الأمر ذاته سمحت به الأردن عند الضربة الإيرانية الأولى لإسرائيل في أبريل نيسان الماضي. ويقول عربي بوست أن رصدا أجراه كشف عن تنفيذ طيران العسكري الإسرائيلي جولات استطلاعية في سماء الأردن في الوقت الذي تؤكد فيه سلطات عدم سماحها باستخدام أجواء المملكة لأي غرض يحولها إلى ساحة معركة. ويؤكد الموقع أيضا أن ثلاث طائرات استطلاعية عسكرية إسرائيلية دخلت المجال الجوي الأردني بشكل مكثف يوم الخميس الماضي في الوقت الذي تتركز فيه حالة الترقب للرد الإيراني على إسرائيل. وفي ختام السلطة الرابعة أشكركم على طيب المتابعة وأترككم مع ريشة المبدع محمد الرداعي مع هذا الكاريكاتير. دمتم بخير، إلى اللقاء.